بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كيف الحال دفعة نبض؟ إن شاء الله أموركم تمام. كيف الفصل الثاني وكيف بدايته معكم؟ إن شاء الله الفصل هذا بكون أحلى، وفعليا هو أحلى ومواده أحلى، حتى لو بده دراسة أكثر، بس أنت فعليا تكون دخلت بالطب وصارت الأمور أوضح وتعرفت على طريقة الدراسة وكل إشي تمام. طيب، عشان ما نطولش عليكم خلينا نبلش على السريع وبنحكي كم من ملاحظة في نهاية اللكتشر ان شاء الله. طيب، المحاضرة الثانية جلانديولار ابيثيليوم. هنا انتو في المحاضرة الاولى اخذتوا انواع التشو وعرفت انه التشو هو مكون من مجموعة من الخلايا من نفس الخلايا. في عنا اربع انواع: ابيثيليال، كونكتيف، ومسل ماسكولار، ونيورو. واخذتوهم المحاضرة الماضية، وانا كنت شارح جزء منهم في محاضرة السل، وكانت المحاضرة شبه مكررة، فدخلت على المحاضرة الثانية على طول، وراح أحكي لكم السبب في نهاية المحاضرة إن شاء الله. طيب، glandular epithelium. This type of epithelium is formed of secretory cells produce secretion. Glands arise from the covering epithelium which proliferates into the underlying connective tissue. أنتوا بتعرفوا شو معنى glands. Glands هي عبارة عن الغدد اللي بتفرز الـ secretion، السوائل. والجلاندولار ابيثيليوم هو صنف مميز للابيثيليوم، هو عبارة عن خلايا ابيثيليوم زي ما انتم شايفين هنا، هاي ابيثيليوم. هنا نفس الاشي ابيثيليوم، بس بالاضافة للابيثيليوم في عندنا جلاند، فجلاند مع ابيثيليوم هذا بنسميه جلاندولار ابيثيليوم. This type of epithelium is formed of secretory cells. في عندنا خلايا secretory، يعني بتعمل secretion، وبتكون عبارة عن glands، وبتكون هاي glands covering the epithelium which proliferates into the underlying connective tissue. تتكاثر تحت عند ال connective tissue، أقرب لل connective tissue تحت، مو كل طبقة epithelium تحتيها connective tissue، تمام؟ هنا بالصورة زي ما انتم شايفين هنا glands، وهنا ال ducts، وهنا الخلايا. وبالصور اللي قدام الصورة أحلى، فراح أشرح على الصور اللي قدام إن شاء الله. طيب، the glandular epithelium can be classified according to various criteria. إحنا بنقدر نقسم the glandular epithelium على أكثر من توزيع. التوزيع الأول according to the number of cells، على عدد الخلايا. عندنا إشي اسمه unicellular gland. uni معناها أحادي، cellular glands يعني غدة واحدة، consists of one cells، تتكون خلية واحدة. مثال عليها هنا الأسئلة بتيجي على الأمثلة، تمام؟ فاللي بدرس الأمثلة بيقدر يجاوب. goblet cells present in the lining of the small intestine and the respiratory tract. طيب، سؤال مراجعة، شو الابيثيليوم اللي بيغطي الريسبيراتوري تراكت؟ المفروض من المحاضرة الماضية يكون الجواب بسيدو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم وذ goblet cell، تمام. والسمول انتستين والرسبيراتوري تراكت بحاجة للجوبلت سيلز اللي هي يونيسيلولار جلاند. ليش؟ لأنه بالانتستين بتفرز الجوبلت سيلز ميوكس سكريشن، بتساعد على عملية الهضم والعمليات الحيوية اللي بتصير بالجي اي. وفي الار اس الجوبلت سيلز بتفرز ميوكس حتى تعمل الترابينج للانتيجين وللانفكشن وللبعض الميكروبات والاورجانيزم، تمام؟ فهي اهميتهم في هذول المكانين. طيب، حسب التصنيف الاول على عدد الخلايا، مالتي سيلولار جلاندز كونسيست اوف كلاستر. كلاستر معناها مجموعه اوف سيلز. مثال عليها موست جلاندز اوف ذا بودي، واغلب الامثله هي الجوبلت سيلز زي ما انتم شايفين، وهي موست جلاند، هي معطيك عليها مثال سيلفر جلاندز. وتصنيف ثاني اكوردنج تو ذا بريزنس اور ابسنس اوف ادكت سيستم. شو هو الدكت سيستم؟ هو نفسه هذا الدكت، تمام؟ في عنا اكسوكراين جلاندز زي هذا، عنده دكت زي هذا، وعنا اندوكراين جلاندز وميكسوكراين. ميكسو من الاسم، ميكس يعني انه تنتين. الاكسوكراين جلاندز in which the secretion is carried by ducts، example salivary gland، يعني الغده بس تفرز السوائل، هاي السوائل ما بتنتقل عن طريق الدم، وانما بتنتقل عن طريق قناه خاصه، وهي القناه الخاصه بتفرزها في المكان المحدد. مثال عليها السليفري جلاند لما تفرز اللعاب، واللعاب يروح على التم، ما بيجي اللعاب عن طريق الدم، لا بيجي عن طريق قنوات خاصة للإكسوكراين جلاند.
الاندوكراين اندو معناها داخلي واكسو خارجي. اندوكراين جلاندز اور داكتلس جلاندز ان ويتش ذا سكريشن از ريليز دايركتلي تو ذا بلاد فيسلز مباشره على الدم. مثال عليها ثايرويد جلاند، سوبرا رينال جلاند. سوبرا رينال جلاند لها اسم ثاني اللي هي ادرينال جلاند. الثايرويد بفرز الثايرويد هرمون، والادرينال جلاند بتفرز الكورتيزون والشغلات هاي. ومثال عليها كمان الباراثايرويد جلاند والبيتيوتري جلاند، كل هدول امثله على الاندوكراين. الميكسوكراين ميكسد اندوكراين اند ميكسد اكسوكراين اند اندوكراين جلاندز كونتين ذا تو تايبس. مثال عليها البنكرياس، في عندنا البنكرياس جزء بفرز مباشره على الدم زي الانسولين، وجزء مباشر بفرز على الاكسوكراين جلاندز بتساعد في عمليه الهضم. فهون الاكسوكراين بارت وهون الاندوكراين بارت. According to the mode of secretion، التصنيف الثالث the secretory mechanism. في عنا النوع الأول اللي هو الميروكراين. الميروكراين هون الخلايا شو اسمه cells that secrete the secretion، بتفرز السكريشن مباشرة، بيكون السكريشن موجود بفيزيكال وعن طريق الإكسوكراين بتفرزهم هون. In which the secretory granules are discharged by exocytosis، اخذناها في السيل المفروض تعرفوها، through the cell membrane without losing any part of the cells، بدون ما انه تفقد جزء من الخليه، مباشره بتفرزها على الدكتس. مثال عليها salivary gland and goblet cells. زي ما قلت لكم هاي المحاضره اسئلتها كلها امثله. salivary glands all of the following is correct about salivary gland except salivary gland is amirocrine glands. النقطة الأولى salivary gland is an exocrine glands. النقطة الثانية salivary gland is a multicellular gland. صح كذا شغلة. والsalivary gland مثلا هنا secrete mucus is a mucus gland. salivary gland is a mixed glands. فالجواب بطلع الخطأ هو mixed glands. فهيك بتيجي الأسئلة. التصنيف النوع الثاني الابوكراين جلاندز. الابوكراين جلاندز هون لا جزء من الخليه بروح مع السكريشن. شو هذا الجزء اللي هو الابيكال بارت. هون عندنا ايش اسمه ابيكال، وهون عند البيس اسمه بيز. فالابيكال بارت من السيتوبلازم بروح مع السكريشن. ان ويتش ذا سكريتوري بروديوسد از ديسشارج توجذر وذ ذا ابيكال بارتس اوف ذا سيتوبلازم اكزامبل لاكتيتنج ميموري جلاندز. طب هسه لاكتيتنج اللي هو عند المرضعات الميموري الثدييات فبكون موجود يعني في البريست. تمام هسه بعضكم بتسأل يعني طب اذا هذا الاشي بروح كيف بتجدد؟ طبعا بتجدد، لانه بس نفقد جزء من السيتوبلازم على طول عن طريق النيوكلياس وعمليات الجين اكسبريشن، وبيطلع لنا سيتوبلازم جديد او انه بتيجي خلايا اخرى جديده بتتكاثر. هون نفس المبدأ هولوكراين جلاندز، بس الخلية هون كاملة بتطلع مع السكريشن، تيجي خلية بدلها عادي بتتجدد ستيم سيلز، والستيم سيلز تتميز إلى هاي الخلايا. هولوكراين جلاندز in which the secretion produced is shed off. shed off معناها ينتزع with the whole cell، الخلية كاملة مع السكريشن بتطلع leading to its complete destruction. example sebaceous gland. sebaceous glands بتفرز زي الفاتي secretion بتساعد في عملية الموستشرز للسكن، يعني ترطيب السكن والشعر. إذا بتلاقوا مرة الشعر مزيت كذا هذا بسبب ال sebaceous gland which is a type of a holocrine glands. تمام وبس. طيب التصنيف الرابع according، طيب انا حكيت معنا حكيت وظيفتها moisture the skin. moisture معناها ترطيب للي مش عارف. according to the nature of secretion، حسب طبيعة السكريشن عندنا serous gland. serous gland يعني اللي بتفرق السكريشن تبعها serous. serous secretion شو يعني serous؟ serous هو نفسه بيجي زي الwatery. watery secretion يعني بيجي زي الاقرب للشفاف وبيشبه المي بس rich غني في الانزيمات. مثال عليها البروتيت سليفري جلاند، وهي صورتها، الصورة رح تاخذوها في لاب المعمل الهيستو، فممكن تطلعوا عليها عشان تساعدكم بفهم لما تاخذوا اللاب. ميوكاس جلاند which secrete a viscid which secrete a viscid glycoprotein secretion. viscid معناها انه بيجي زي اللزج شوي، مش انه ووتري، لا بيجي لزج اكثر. glycoprotein. glyco معناها سكر، بروتين معناها بروتين، فهو glycoprotein secretion. مثال عليها goblet cells and sublingual salivary gland. احنا بنعرف انه السليفري جلاند
عندنا ثلاث انواع، عندنا باروتيد وعندنا سبلينجوال وعندنا سب مانديبولار، ولاحظ انه كل واحد منهم بيكون شيء. الميكسد جلاند تفرز ميوكس اند سيروس which secrete both ميوكس اند سيروس secretion. الجلاندز with special secretion example سيرمينيوس جلاندز which secrete اير واكس، بتلاقوا الشمع عند الذان، واكس معناها الشمع، شمع الذان هذا بتفرز خلايا اسمها سيرمينيوس جلاند موجوده في الاذن، تمام. And sebaceous gland which secrete a fat secretion sebum، اسم السكريشن سيبم، شرحتها قبل شوي، which help in moisturize the skin and hair. طيب التصنيف الخامس according to the shape of secretory portion، زي ما انتم شايفين عن اكثر من نوع، في نوع tubular، في نوع alveolar، في نوع tubulo alveolar. tubular هنا مش قصده عن الخلية نفسها، قصده عن السكريتوري كاملة، الوحدة كاملة. هون الوحدة كاملة جاي شكلها زي الأنبوب، هون الوحدة كاملة جاي شكلها زي الألفيلر أسينر، هون الوحدة كاملة جاي تيوبيولو ألفيلر، يعني من فوق تيوبيولو ومن تحت ألفيلر، تمام. تيوبيولر in which secretory units كاملة are elongated and tubular in shape، شكلها زي التيوب. والالفيولار اسينر ان ويتش ذا سكريتوري يونتس ار راوندد، تيجي مدوره، والتيوبولار الفيولار ميكسد، فبتكون الثنتين، تمام. هنا التصنيف السادس اكوردنج تو ذا برانشنج اوف ذا داكس اند برانشنج اوف ذا سكريتوري بورشن، تمام. يعني حسب الداكس، هنا هاي الداكس انها برانشنج ولا لا، ان واحده تتين ثلاث ولا بس واحده، وانها السكريتوري بورشن، في عندنا شيء اسمه سكريتوري بورشن، هسه بوضح لكم اياه. شايفين هذا الحمار الاخر شيء، هذا اسمه سكريتوري بورشن، واللي فوق هذا الاصفر الدكتس، تمام. فبناء على الدكتس وبناء على السكريتوري بورشن بيجي التصنيف السادس. وكلاسيفايد انتو سمبل جلاند which have only one unbranched duct and one secretory unit. خلينا نروح على الصورة، آسف. زي مثال عليها الصورة هاي، السمبل تيوبيلر. سمبل تيوبيلر هو مثال على السمبل، لأنه عنده one secretory unit و one duct. سمبل برانشد جلاند، سمبل but برانشد، which have one unbranched duct. الدكت عندها واحدة بس عندها برانشد secretory units، مثال عليها هاي، عندها سكريتوري يونت واحدة بالأحمر هذا، واحد ثاني بالأحمر هذا، واحد ثاني بالأحمر، هاي سكريتوري يونت، والدكتس عندها واحدة. النوع الثالث كومباوند جلاند which have branched duct system as well as branched secretory unit، عندها branched التنين، مثال عليها اللي هو هذا، شايفين هون في أكثر من دكت، اللون الأصفر واللون الأحمر، في أكثر من سكريتوري يونت، فهاي كومباوند، هي كومباوند دكت ستراكشر. خلينا نقراهم على السريع لانه في اكزامبلز والاكزامبل بيجي منها اسئله، مع انها هاي صوره بس لا تستغرب انه يجوا اسئله، يجي اسئله من هاي الصوره، تمام. سمبل تيوبولار اكزامبل عليها انتستاينال جلاندز، سمبل برانش تيوبولار اكزامبل عليها ستومك، جاستريك جلاند، والسمبل الفيولار اكزامبل نو امبورتنت اكزامبل ان هيومنز. طب ليش حاطينها مش عارف. سمبل برانش الفيولار، simple branched، simple يعني عندها duct واحدة، branched يعني secretory unit branched. sebaceous gland والcompound example duodenal glands of small intestine. compound tubular يعني حتى الcompound أكثر من نوع، في عندنا هون tubular وهنا alveolar وهنا tubulo alveolar، يعني جزء منها tube وجزء alveolar، جزء tube جزء alveolar، هون كلهم alveolar هون كلهم tube. mammary gland compound alveolar والكومباوند تيوبيولو الفيولار سيلفري جلاند. ضروري تحفظوهم هذول الاكزامبلز، ضروري ضروري كبروا الصوره زي هيك واحفظوهم. تمام. سبيشال تايبس اوف ابيثيليوم، في عندنا كم نوع من الابيثيليوم بكون عندهم عندهم شويه سبيشاليتي، مثال هم ثلاثه، نيورو ابيثيليوم وجيرمينال ابيثيليوم ومايو ابيثيليال سيل. النيورو ابيثيليوم من اسمها نيورو يعني اعصاب، وابيثيليوم اللي هو النوع التيشو ابيثيليوم. The epithelial cells differentiate to act as a nerve receptor، يعني هي عباره عن epithelial cells بس عندها نهايات اطراف عصبيه بندمجوا مع بعض فبصير اسمها نيورو ابيثيليوم، وبتشتغل act as a nerve receptor، تصير زي كانها هاي الخليه الابيثيليوم اللي المكونه كومباوند من ابيثيليوم واعصاب صارت زي ريسبتور للاعصاب. أماكنها موجودة the taste buds of the tongue، هاي taste bud، هاي الصورة إيش؟ taste buds of the tongue، بيجي عليها سؤال بالامتحان اللاب دائما. the organ of Corti in the ear،
مكان في الأذن organ of Corti و the retina of the eye. احفظوهم ثلاث أماكن، تمام. الريتنا هي أحدى طبقات العين، والأورجان أوف كورتي هو جسيم صغير موجود في الأذن الداخلية، تمام. وهي التيست بادز، هون عندك مايكروفيلاي، وهون سبورتينج سيلز، وهون العصب طالع، والوحدة كاملة صار اسمها نيورو أبيثيليوم. الجيرمينال أبيثيليوم سبيشاليزد تايب أوف أبيثيليوم كارينج ذا فانكشنز أوف ريبرودكشنز أند برودوس ذا جيرم سيلز. الريبرودكشن التكاثر، وبرديوز ذا جيرم سيلز هي الخلايا التناسليه. جيرمينال ابيثيليوم هي سبيشاليز تايب ابيثيليوم موجوده في وين؟ في التستس والاوفري بس. هذا بدها اياكم الدكتور تعرفوها. والمايو ابيثيليال سيلز، مايو ابيثيليوم، مايو عضل، وابيثيليال سيلز خلايا ابيثيليوم، فعضلات مع ابيثيليوم مع بعض. خلينا نفكر قبل ما نقرا شو فائدتها. فائدتها انه العضله تنكمش تتقلص، وبالتالي تفرز لنا السكريشن زي أمثل عليها هون. They are modified satellite epithelial cells. ستيلات هي برضو من أحد الخلايا العضلية. modified يعني بتكون شو اسمه عليها تغييرات وتعديلات. which surrounded the secretory unit the acini. هاي secretory unit الأسينوس، طبعا أسيناي معناها يعني زي secretory unit. and the ducts and the ducts of the glands they contain myosin and actin myofilament. myosin والاكتين ايش طب ايش شغلهم؟ بتقلصوا. they are able to contract and squeeze، يعصروا the secretions from the gland. اماكنهم sweat glands salivary glands mammary glands. برضه مهم تحفظوا اماكنهم لما بنسال عنهم، تمام. functions of the epithelium slide سهل، خلينا نقراه على السريع. the most important functions، اهم 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 functions للابيثيليوم is the protection against injury bacteria chemicals and water، تمام. يعني سبحان الله لو فيش ابيثيليوم عندنا كان كثير جسمنا معرض لهي الشغلات. يعني انت بس تعرف انه الابيثيليوم بيغطي من ثمك لفتحة الشرج، فهو يعرف انه من وظائفه protection against injury bacteria water والchemicals. secretion الوظيفة الثانية حكيناها عن طريق الجلاندولار ابيثيليوم اللي هي عنوان هاي المحاضرة. الابزوربشن باي ابيثيليال لايننج اوف ذا سمول انتستنت ادرينال تيبيول، يعني بهمنا انه الابيثيليوم تعمل ابزوربشن زي السمول انتستن اللي بتمتص المواد والايونات وهي الشغلات. والرينال تيبيول لما الدم يبعث الفضلات للكلية، رينال تيبيول هي التيبيولز موجودة في الكلية، والكلية تمتصهم عشان تفرزهم مع البول. فلتريشنز تعمل filtration فلترة by epithelial lining of certain parts of kidney to facilitate urine formation and lung for gas diffusion. موجودة الفلتريشن في اللنجز، بيعمل filtration للغاز CO2 والO2 وموجود في الكدني. reproduction تكاثر by germinal epithelium special types of the epithelium of testis and ovary that are specialized in producing sperms and ova respectively. يعني السبيرم تنتج من التستس والأوفا من الأوفري. انا قللت يعني مصطلحات العربيه بس مفروض انكم اتاقلمتوا. طيب contractions by the myoepithelial cells برضه السبيشال تايب اوف سيلز. ريسبتور فانكشنز برضه زي التست بات باي ذا نيورو ابيثيليوم سبيشالايز ان بيرسبشنز اوف سبيشال سنس ستيمولاي. بالنسبه للتست بات فهي شو اسمه بتساعد يعني في عمليه التست، تمام، اللي هي ذوق الطعم. ابيثيليال polarity cell surface specialization. polarity يعني اقطاب الخليه الابيثيليوم. مثلا خلينا نشرح مثال. عندكم هاي خليه ابيثيليوم، خلايا ابيثيليال، ابيثيليال تيشو يعني. عندكم هاي الخليه قطبها اللي فوق وقطبها اللاترالي وقطبها السفلي، ابيكال بيزل ولاترال بارت. خلينا نشرح على الصوره بعدين نرجع على السلايد. عندنا على الابيكال بارت ثلاث مكونات، ثلاث شغلات ممكن تصير في الخلايا الابيثيليوم. مايكروفيلاي اللي هي الشعرات هاي الصغيره، والسيليا والستيروسيليا. اطول واحده الستيروسيليا، هي من الصوره احفظهم، اطول واحده الستيروسيليا واصغر واحده المايكروفيلاي. شو وظيفه المايكروفيلاي؟ تزيد السيرفس اريا. احنا عندنا بس يكون زي المشط الخليه من فوق بتزيد مساحه السطح تبعت الامتصاص، عوضا عن انها كانت مستقيمه ما راح تمتص بكفاءة انها مساحة السطح اكثر لانها معوجة، تمام؟ المفروض الصورة واضحة. والسيليا وهي المايكروفيلاي نون موتال يعني ما بتتحرك، لانها اول شيء صغيرة، تمام؟ السيليا والستيروسيليا
لهم وظائف ثانية هسه بنحكيهم، تمام؟ في اللاترال سيرفيس بهمنا الادهيجنز والجاب جنكشن والشغلات اللي بتربط بين الخلايا، وفي البيزل سيرفيس بهمنا الباسمنت ممبرين وكيف بيربطوا بالخلايا اللي تحتيهم وما الى اخره، برضه راح نشرحه. المفروض انه الصورة وضحت. نرجع عندنا الابيكال سبيشاليزيشن اللي فوق، the apical surface of the epithelial cell is the upper free surface exposed to the body exterior. شو يعني exposed to the body exterior؟ exposed يعني مكشوف للجانب الخارجي لللاين، يعني lining of the epithelium or the cavity of the internal organ. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، موجه للكافيتي، للشو اسمه، شو معنى كافيتي؟ اللي هي التجويف، تجويف الجهاز الهضمي. The structural modification in the apical domain include. عندنا أكثر من شغلة. Microvilli, cilia, وستيروسيليا. شرحت لكم. Microvilli حكينا إنها إيش؟ أصغر وحدة. Non-motile يعني ما بتتحرك. Cytoplasmic projection هي عبارة عن cytoplasmic projection، يعني cytoplasm طالع زي projection زي المشط. Which arises from the apical surface of most epithelial cells as finger-like evaginations. Evagination معناها تجويف. Finger-like مثل الأصبع. They contain a core of actin filaments. تحتوي على actin filaments. Functions. They increase the surface area for fluid absorption. زي ما حكيت لكم. They are present mainly in the absorptive columnar cells of the intestine, intestine and kidney tubules. وحكينا الabsorption أصلا من الfunctions إنها موجودة وين؟ في الـ small intestine and adrenal tubules. فوين ما تكون موجود الميكروفيلاي؟ في small intestine والكدني. Cilia are generally motile cytoplasmic projection. يعني هي motile بتتحرك. Extend from the cell surface. Cilia are hair-like process that are longer than microvilli. أطول من الميكروفيلاي. والستيروسيليا النوع الثالث are long branching microvilli. يعني الستيروسيليا هي عبارة عن microvilli بس أطول وbranching. Mainly in the non-ciliated. بسيدو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم، بتكون موجوده في النانسليتد، يعني ما في خليه بيكون عندها سيليا وستيروسيليا، يا ستيروسيليا يا سيليا. اللي ما عندها سيليا بالعاده بيكون عندها ستيروسيليا. نانسليتد ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم اوف ذا ميل جينيتال داكت. وين موجوده الستيروسيليا؟ في الابيديديمس. الابيديديمس نسيت احط صورته، هو عباره عن مكون صغير في عند الخصية عند الرجل. They increase the surface area for fluid absorption. برضو بزيد surface area for fluid absorption زي إيش؟ الميكروفيلاي. تمام؟ هنا ستيروسيليا، فبالتالي هاي الصورة بدها تكون في الإبديديمس. وباقي الصور هنا، هاي الصورة شرحت لكم إياها بالفصل الأول، إنه كيف ال الأكتين والميكروتيوبيول بيطلعوا على مكونات السيليا، بتكونوا من 9 دبلز مايكروتيوبيولز اند 2 بالنص وهيك شغلات. ان شاء الله بتفهموهم. كلينيكال هنت ابنورمال. هون حط لكم دكتوره عجبتني كثير هذا هاي المعلومه، حط لكم يعني مش حط لكم التفاصيل بس حط لكم هيك معلومه سريعه، انه اذا صار عندنا مرض في هاي السيليا وهاي البروجكشنز اللي بتطلع شو بصير عندنا؟ في مرض عندنا اسمه اموتايل سيليا سيندروم. اموتايل سيليا سيندروم، وهذا هذا الحكي اللي بفيدكم بالطب، يعني فعليا البيسك، وفعليا بس مشان تفهموا هاي الشغلات. شو معناها اموتايل؟ يعني ما بتتحرك. السيليا سيندروم، السيليا حكينا هون انها موتايل، تمام؟ طب شو وظيفه السيليا؟ السيليا وظيفتها موجوده في الريسبيراتوري تراك، تطرد السوائل وتمنعها من النزول للايش؟ لللانج، وتطلعها عن طريق بعيد عنكم، يعني زي لما الواحد يطلع بلغم او شيء وقت لما يصير عنده انفكشن، هاي كله بيطلع عن طريق السيليا. فاللي عندهم اموتايل سيليا سيندروم ما بتتحرك، ميل انفر شو اسمه، السيمتومز تبعتها ميل انفرتيليتي ديو تو اموتايل سبرماتوزوا. السبيرم مش عم بيتحرك كويس، لانه نهايه السبيرم في عندك سيليوم او فلاجيلوم نفس المكون، يعني ما بتحرك، فبكون الزلمه عنده مشكله. والكرونيك ريسبيراتوري انفكشنز كوزد باي ليك اوف كليننج اكشنز. السيليا عندها وظيفه ايش؟ كليننج اكشنز، تنظف الرئه من البلغم وهي الشغلات. فاللي عندهم انفكشن في الريسبيراتوري تراكت سيلياتد عفوا باي ليك اوف كليننج اكشنز، السيليا عندها سيلياتد بسيدو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم اوف ريسبيراتوري تراكت، تمام؟
فهدول وظيفتين للسيليا، ولما يصير عندنا الموتور سيليا سيندروم بتفقد هذول الوظيفتين. طبعا هاي كثير سيئة في ال في شو اسمه في الانفكشن، بتبهدل الزلمة. بيزل سبيشاليزيشن، ذا ستراكشرال موديفيكيشن ان ذا بيزل دومين انكلود. هون رحنا خلصنا الابيكال بارت، رحنا على البيزل بارت. عندنا شيء اسمه فلاجيلا. فلاجيلا ريسمبل سيليا ان ستراكشر بس دي ار ماتش لونجر اند ار سنجل بيرسل. بيجي بس واحد الفلاجيلا، بيجي بس واحد. اكزامبل فلاجيلم اوف ذا سبرماتوزوم، هو عباره عن سيليا، عشان هيك هو اسم مرض موتال سيليا سيندروم، مع انه السيليا بتكون بالابيكال سيرفيس، بينما السبيرم الفلاجيلا بيجي بالبيزل سيرفيس، فنفس مكون السيليا، فبالتالي المرض هذا بيشمل الابيكال والبيزل اذا كان فلاجيلا او كان سيليا يعني. بكون اكثر لونجر وسنجل، مثال عليها السبرماتوزوم، حطيت لكم صوره زي ما تشوفين، هذا اسمه فلاجيلم، طلع من البيس ما طلعش من الابيكال، تمام. من الوظيفة الثانية للبيزل سبيشاليزيشن، بيزل انفولدينج ذا بيس ميمبرين سيل تو ماتريكس جانكشن. بيزل انفولدينج ذا بيزل سيل ميمبرين از ثرون انتو فولدز. البيزل بيجي برضه زي المشط. This aims هتهدف to increase the surface area، تزيد مساحة السطح. Where ions transport occurs in kidney tubules، تمام، برضه بزيد مساحة السطح انها شو اسمه للسيرفس اريا، حتى يصير ترانسبورت وتزيد، مش ابزوربشن هون، تزيد عمليات النقل اكثر، تصير عمليات النقل اسرع واسهل واكثر. ذا بيسمنت ممبرين اللي الكل بيعرفه، هسه راح اورجيكم صوره، وسيلتو ماتريكس جنكشن برضه هسه راح اورجيكم صوره. هاي صوره جبتها من النت لخليه في الابيديرمس للجلد، زي ما انتم شايفين هي بتتكون من 7 طبقات من الخلايا، خليه 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 خليه. فاذا احنا نحكي عن الابيكال سيرفيس للخليه الاولى، راح يكون فيها مثلا الشغلات اللي حكيناها قبل شوي. طيب لو نحكي عن البيزل بارت اوف ذا سيلز، راح تتواجه مع خليه ثانيه، فهاي بتوضح لنا نقطه سيل تو ماتريكس جنكشن، تربط بين الخليه الاولى والخليه اللي تحتها، وبتوضح لنا ذا بيسمنت ممبرين. The basement membrane، انتم بتعرفوا انه الابيثيليال تيشو بيجي تحتيه basement membrane زي اللي هون، تمام، زي اللي هون. فان شاء الله تكون الصوره وضحت. البيزل انفولدنج زي هنا في الكيدني تيوبيول، زي ما انتم شايفين زي المشط جاي كله، بزيد الترانسبورت اوف ايون وبس. البيسمنت برين اول ابيثيليال سيلز ان كونتاكت وذ سب اللهم صل على سيدنا محمد. Subjacent connective tissue have at their basal surface a specialized extracellular material in the interface between epithelium and connective tissue. معلومة عابرة انه تحت كل epithelial tissue is a connective tissue، واللي بربط بيناتهم هو basement membrane. It has two constituents، تتكون من شغلتين. Basal lamina formed of adhesive glycoprotein، بتتكون من تو كونستيتوينتس. بيزل لامينا فورمد اوف ادهيسيف جلايكوبروتين، هون البيزل لامينا وهون اللامينا الريتيكولارس، هي نفسها الريتيكولار لامينا. البيزل لامينا ايش فيها؟ فيها شغلات زي الصمغ، ادهيسيف جلايكوبروتين، سكريات وبروتينات وظيفتها ادهيسيف، يعني انها تربط بين الابيثيليا والكونكتيف تيشو اللي تحتها. والنقطة الثانية الريتيكولار لامينا فورمد اوف فاين نتورك اوف كولاجين فايبرلز، يكون فيها الريتيكولار فايبرز وهي الشغلات، تمام. شو نوع الفايبر الكولاجين الموجود؟ تايب 7 كولاجينز وتايب 4 كولاجينز، تمام. يعني هاي سؤال اذا اجابت سؤال من الصوره انتم تكونوا عارفينهم. تايب 7 كولاجين وتايب 4 كولاجين. تايب 4 كولاجين هو الكمان اكثر يعني. فانكشنز اوف بيسمنت ممبرين، ستراكشرال اتاتشمنت، بعطينا اتاتشمنت ستراكشرال اتاتشمنت المفروض انها واضحه. از ات سيرفز in the attachments of the epithelial cells to the underlying connective tissue، اللي عدناها اكثر من مره. filtration as it regulates معناها تنظم exchange of macromolecules between the epithelium and the surrounding tissue، بتنظم عمليات النقل بين الابيثيليوم والسراوندنج تيشو تحت الكونكتيف تيشو، ما بتسمح اي شيء يطلع واي شيء ينزل الا الشغلات المحدده. tissue scaffold، شو يعني scaffold؟ معناها scaffold يعني زي اللهم صل على محمد، اللي بيحمل اشي. صراحة شفتها على النت، يعني اللي هي اللي
بتساعد في حمل إشي as it directs توجه the migrations of epithelial cells re-epithelializations during wound repair خلال عملية ال wound repair. wound معناها جروح repair هسا صار عندنا جروح والإبثيليا اللي تدمر شوي كيف بدنا نعمل re-epithelization عن طريق وظيفة ال basement membrane يرجع يتكون وبعمل لنا tissue scaffold ودايركتس بوجه كيف الإبثيليا اللي يمشي تمام لو في مثال مثلا صار هون عندنا wound انشال كل الإبثيليا التشو تمام او مثلا ننزل ديبر اكثر هون البيسمنت برين لما يجي يصلي بصير يمشي زي هيك ما بيمشي مستقيم اللي بخليه يمشي زي هيك هو التشو سكافولد فهو دايركتس بيوجه المايجريشنز اوف ابيثيليال سيلز في عمليه لما يصير عندنا وند ريبير ات اكتس از بارير اجينست باسج اوف مالجنانت سيلز كمان يعني من احد وظائفه انه يصير بارير حاجز against passage of malignant cells يعني بس يصير عنه هنا malignant الخليه هاي تصير malignant والخليه تحتها malignant لما نوصل basement brain مش بسهوله المالجنانسي بنتقل من هون لهون اذا انتقل اعرف انه الزلمه هذا وصل هاي جريد يعني ستيج 4 في المالجنانسي هي هنس انفيجنز اوف عفوا مش ستيج 4 يعني اعرف انه الانفيجنز اوف بيسمنت برين از اسوشيتد وذ هاي جريد اوف مالجنانسي انه صار عندنا هاي جريد اوف مالجنانسي انه المالجنانسي صار خطير وصار انه ينتقل ما زال هون وصل تحت الكونكتيف تيشو بصير ينتقل بسرعه عن طريق الدم والشغلات هاي فهو يستخدم ك ري ابثلايزيشن ودايركت والنقطه الثانيه از بارير اجينست باسج اوف مالجنانت سيلز هاي اللي هي التيشو سكافولد الفانكشن الثالثه للبيسمنت ممبرين جايد ديورينج تيشو ريجينريشنز هي نفسها شو اسمه الري ابثلايزيشن بس بتوضيح ثاني جايد معناه يرشد ديورينج تيشو ريجينريشن انه بصير عندنا تيشو ريجينريشن اعاده تكوين التشو في الوونز فالتيشو سكافولد بعمل جايد بيزل سيل تو ماتريكس ادهيجنز النقطة الرابعة اللي هي هنا بيزل سيل تو ماتريكس ادهيجنز هيمي ديسموزومز منشد ليتر مش موجودة ليتر بس هسه بحكي لكم اياها الديسموزوم اللي بربط بين اللاترال سيرفس بين الخلايا بيكون موجود تحت بشبك بين الخلية والخلية اللي تحتها بس هاي الفكرة طيب نيجي عند اخر سلايد انترسيلولار جانكشنز سيل تو سيل ادهيجنز The intercellular junctions are more numerous between the epithelial cells. They are three types. موجود أكثر إشي في الإبثيليال سيلز. لأنه بالكونكتيف تيشو بالبونز وبالمسلز وهالشغلات هاي الشغلات مش موجودة كثير بس بالإبثيليال كثير موجودة. فاهم معنى الجملة؟ Occluding junctions tight يعني قوي occluding link cells to form an impermeable barrier زي ما أنتم شايفين هنا شرحت لكم إياها في محاضرة السل أتوقع أو شرح يوسف الطراوني. Anchoring junctions adhering بربطوا بين الخلايا مثال عليها الديزموزوم والزونيولا adherence بربط بين الخلايا provide mechanical stability mechanical stability يعني stability معناها ثبات ميكانيكي للخلايا ومثال عليها الزونيولا adherence الزونيولا macular adherence اللي هي نفس الديزموزوم والcommunicating junctions اللي هي الجاب junctions مثال عليها هاي جاب هاي اللو موفمنت اوف مولكيولز بتوين سيلز والمولكيولز والالكترولايت والسكر والشغلات انها تنتقل بين الخلايا ات بيرميتس ذا اكستشينج اوف مولكيولز اكزامبل ايونز امينو اسيدز اللونج انتجريشنز كوميونيكيشنز تواصل وتعارف اند كوردينيشنز تنظيم بتوين سيلز اتس فاوند مين ان كاردينج اند سموث مسل سيلز تمام هون هذا السلايد شرحه مش بس للابيثيليوم يعني لا بشكل عام انه ايش في بين الخلايا لانه هون الجاب جنكشن موجود زي حكيت مينلي بالاغلب بالكارديك وسموث مسل سيلز طب ليش موجود في الكارديك نقطه فسيولوجيه راح تاخذوها لقدام عضله القلب كامله بتنقبض مثل عضله واحده مش بس انه مثلا مجموعه من العضلات بتنقبض لحالها لحالها ولا كل واحده انقبضت لحالها بتصير مشكله لما احنا يصير عندنا شيء اسمه اكشن بوتنشال اللي هي اللسعه الكهربائيه للقلب بتنتقل هاي اللسعه الكهربائيه عن طريق الجام جنكشن بين خلايا القلب كامله وبالتالي بتنقبض عضله القلب كعضله واحده هاي معلومه عابره ثانك يو
أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من المحاضرة. بعتذر على التأخير، بس عندي ظروف كثيرة ومشغول بأكثر من مشروع، ولسه يعني ما التهيتش بدراستي. اللهم صل على محمد. هذا الفصل مش حكون معكم على طول، حشرح فقط المحاضرات الصعبة اللي هيك تركت الأولى، حتى الثانية سهلة يعني، بس هيك لأني وعدتكم أنزل لكم محاضرة، وبالتالي إنه يعني ما تضغطوا كثير إنه أشرح لكم المادة كاملة، لأنه صراحة مش حقدر. حاجي لكم في بعض المقتطفات في المحاضرات الصعبة اللي بتحتاجوها، وموفقين في دراستكم، وإلى اللقاء.